مرحبا. مرحبا. لاباس خويا؟ لاباس. مرحبا. قلت لك نحكيو معاك مواضيع اجتماعيه، قلت لي كل شيء في الذو والماء. شنو هي فترة الذو والماء شنو؟ يا الذو والماء ما احنا ناس عايشه وناس زوالة، معناتها نخدموا على الواحد احنا مش ما نخدموش. انا واحد من الناس انتريتي، ما ياخذ الانتريت تجيني ب 350 دينار في الشهر، جاني ضو 5 ملايين 5 ملايين 4 ملايين و800 ما نعرفش انا شنو يقصدوا بها الحكايه. شنو 350 شنو عندك في الدار؟ ما عندي حتى شيء في الدار، عندي اربع امبوبات وتلفزه كليماتيزور وكليماتيزور 5 ملايين نتاع شنو مانيش بها، فهمتني؟ وما زلت كي خدمت الكليماتيزور، فهمتني؟ هكا والماء جاني 280,000 نتاع شنو مانيش فاهم. 280,000 كانت تجينا قبل 30 و35 وما تفوتش ال 100، توا ولات تجينا من 10 سنة. قبل الفاتورة هذيا جاتني 500 خلصتها، والمرة هذيا جاتني 277,000، مانيش فاهم عليه. شنيا البلاد وين ماشية بالضبط؟ مانيش فاهم بالضبط وين ماشية البلاد. لا سامحني، الفاتورة الضو اللي توا 4 ملايين واش؟ قداش تهلك قداش هذي؟ مانيش فاهم، ما فهمت حتى شيء. مشيت دخلوني بعضي، قالوا لي امشي المسؤول، المسؤول ما قبلنيش، قال لي امشي حتى تخلص الساعة باش نقبلك. خلص قبل وكل واحد يبعثني الاخ، فهمتني؟ اخويا شو نقول لك، انا عصابة جماعة ستيك عصابة 1.6. هل فيها برشا فاتورة تقديرية؟ ما فهمتش فاتورة تقديرية. الفاتورة التقديرية اللي تعمل برشا مشاكل لما ما توصلش توصل المبلغ ال 4 ملايين واش؟ والله شو نقول لك، التقديريه هذيا وما نعرفش علاش انا سموها تقديريه، علاش شنو معناتها؟ تقديريه على حساب الاستهلاك نتاعك وما يجوش يهزوا قيدوا. اي شنو معناتها تقديريه؟ شنو تقصد بها انت تقديريه؟ معناتها يجيو من بعد يقولوا لك اكتسان وتقول لهم اعطيوني فلوس، يقولوا لك ما نعطيوكش فلوس، نعطيوك كم تستهلك بهم وكذا ودا شنو، مش معقول. قالوا لك انت اليوم، قلت لي قالوا لك انت مديت لهم مليون، قالوا لك لا. انا مديت لهم مليون، قالوا لي لا ما نقبلوش مليون، ما نقبلوا من 3 ملايين لفوق. لاباس، انا 3 ملايين عندي زوج صغار في الدار وواحد وكذا وعيله، مش معقول هكا، مش معقول. هما قاسوا عليك ولا هدوا باش يخص؟ ما قاسوش هما، تو هما هذاك هو يبعثوا لك فاتوره وما يقصولكش، يقولوا لك خلص تمشي باش كذا، فهمتي؟ تزيد عليها الفاتوره هذيك، وقانون ضد الشعب عليه، عليه قانون ضد الشعب هكا، ما تخلصش تولي لك دوبل، عليه قانون ضد الشعب. ما تجيش هكا عايشك بفضلك. كان عندك باش تخلص راك خلصت، خطوك في الدوب. ما عندي، ما مش معقوله 5 ملايين، ماهيش معقوله، ماهيش معقوله. انا والماء 270,000 كان نشري بهم ستيكات ماء، تو يجيبوا لي بيت كامله ماء. عليه هكا، عليه عليه البلاد ماشيه في هاوي، عليه. اكثر مشاكل المواطنين والناس مش فاهمه اليوم هي الارتفاع المشت فاتوره الضوء والماء. كل يوم تشكيات، كل يوم انه التوانسه متقلقين على الاخر من فاتوره الضوء والماء. والله شو نقول لك، والله انا قاعد معناتها مخي واقف باش نكذب عليك. ما انا الناس كل ما وما فهمتش علاش السكيت هذا كله، انا مانيش فاهم عليه، فهمتي؟ على فاتوره الماء والضوء والواحد وكذا، والناس قنفلابل ياسر ياسر قنفلابل الماء والضوء. يا اخي باش ناكلوا باش ناكلوا باش نشربوا؟ كنتوا كتبعثوا لنا كيكه، شنو باش نعملوا نحن؟ باش نخلصوا وما نخلصوش؟ شنو نخلصوا ترونش؟ ما فهمناش هذو احنا بكل ترونش حل نقاش في فاتوره الفاتوره الخياليه، ولكن زاد كمؤسسه نتاع ستيك المفروض تلقى حل في لازم التقسيط، ولازم يلقوا حل هذايا للفاتوره التقديريه والاستهلاك اللي مش في محله ولا يا عايش. كبسيت هزيت لهم مليون، قالوا لي لا مليون ما نخلص فيه انا مليون، قالوا لي لا خلص 3 ملايين. منين نجيبهم لهم 3 ملايين؟ ما كانش يقصوا عليا الضوء. الرسميه نتاعك الفرعيه اللي تتبعها انت؟ اي اللي نتبعها انا في باب الزيره. ما هوش معقول. ما قالكش برا مش المركزيه وقدم عريضه اعمل حاجه؟ ما قال لي شيء، قال لي يمشي للمركزيه للسنترال تلقاو لك حل. قلت له تلقاو لي حل، مشيت للسنترال قال لي انا خاطيني. شكون قلت؟ قلت له انا مال شكون؟ قال لي ما نعرفش خلص وكا هو. قال هي المفروض السنترال هي اللي تلقى حل، واليوم مهم على الاخر انهم يقسطوا. اليوم مشكله توانسة الكل هكاك، ماهوش قادر. كلمه عندي كلمه، ان شاء الله مش يدوش عليا البونتو كي يوريوني هكا. هما عندهم هذاك شادين البونتو ويقعدوا يشدوا عليه البونتو ويقصوا عليه، ان شاء الله توصل. شدوا عليك البونتو وارجع لنا ونهزوك الوسائل الاعلام كلها كان صارت حاجه. هذا وعد مني. باهي باهي. نقول لك انت علاش وصلت هكايا؟ علاش سكت؟ وخلينا من الجانب المادي، قد تكون انت زاد استسهلت الامور انك خليتها وصلت 5 ملايين. لا لا اختي العزيزه، فاتوره عندي فاتوره. اخر مره قداش فاتوره؟ قداش كان فيها؟ اخر مره مليون. مليون جاتك انا ذي؟ اخر مره مليون وخلص.
كيفاش هذا يستهلك نتاع قداش؟ والله ما نعرفش. بعد يقولوا لك غلطنا ومش نحطوا له كونترول بجنب الاخر فهمتني ولا ونشوفوا اسكو الكونترول هذاك يمشي صبا والا لا ويقولوا لك غلطنا. كاو فاتوره الماء 270 نتاع قداش؟ نتاع تريميس نتاع تريميس 270 نتاع تريميس نتاع تريميس. نعم انتوا واش تعملوا في الدار؟ قبل التريميس هذايا عندي ثلاثه تريميس ما خلصتهمش جاتني 500,000 خلصت. بالله سامحني 500,000 نتاع شنو؟ نتاع قد ثلاث شهور؟ نتاع نتاع ست شهور. وانت وشكون عايش؟ انا ولادي ومرتي. شو عندك في الدار؟ عندي زوج بنات ومراه عندي. نحكي على المال استهلاك نتاع 500,000. ونعرف انا شو عندي مانيش فاهم. سبالك سبالك شو عندي نغسل دوش ودوش حمام عندي ما عنديش حمام دوش وسباله وصيف الناس تستهلك كما الناس الكل. صحيح اليوم اهميه الماء والتبذير ولازم لكن مش درجة انه فاتوره الماء تولي خياليه. تقصتوا اوكي تقصوا في فترات اوكي قاعدين يقصوهم عليكم في فترات. هما شعبي نسكن في حومه شعبيه ابن سينا نسكن فيها. قاعدين يقصوهم اخبات ساعه هزوا لي المقاله اللي قبل هذا. خلص ما تخلصش ما تهزوا لك المنقاله ما عادش تشرب ماء بكل واللي ما عندكش ماء جمله. 500,000 هزت هما لما حاله المشكله نتاع الماء يفوتوا تفوت 200 يقصوا لك المنقاله. علاش يهزوا منقاله؟ ايش نتفاهموا؟ علاش المواطن هكا تعب عليه؟ كل يوم هكا مواطنين تو. علاش تعبين؟ علاش التعب هذا كله؟ علاش ما نسيش نتفاهموا خويا ايش هاو استهلكت وهاو التيفيا وهاو علاش هذا كله؟ برشا تيفيا فاتورة الضوء الماء. والله شو نقول لك اختي؟ نقرا انت فاتورة. ما نقرا انا بعد بعض ما نقرا. ورينا الفاتورة سامحني. تفضل هاي الفاتورة. هذه هي الفاتورة. كبر في النونو. كبر في الواحد تعال 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 لا لا. يعطيك القوة كيفاش باش تخلص. نوقفها والله شو نقول لك مانيش باش نخلص منين عندي باش نخلص 5 ملايين مانيش نخلص 5 ملايين جاي ما فيش توضيح برشا اخر فاتوره قداش اما العنوان واضح حباب الزيك ما يوضحوا لك حتى شيء تمشي ما يفسروا لك حتى شيء وتقلقوا الاجون يقول لك سامحني خويا خلي بعده ما نتناقش معاك يقول لك انت اليوم في مخك توقع تحسب فيها شو مش تعمل شنو مش نعمل والله شو نقول لك خليها على الله سبحانه وتعالى وكاو وكا خلي خاطر لازمك عندك صغار ولا ما عندك صغار كيف كيف لازمك تخلص وهما شي تخلص منين ما عنديش باش اخلص منين 5 ملايين منين باش اخلص انت اعترفت لهم ضمنين اللي هي هذاك استهلاكك ماهوش استهلاك هذاك ما انا المفروض تمشي تقدم عريضه وتتعترض تمشي تقدم عريضه وتقعد تستنى بعد ساعات بالسوق من السوق تستنى يقصوا لك الذوق صارت مع ناس صارت اي صارت مشيت معاك مشيت مره جاني مليون ذو مشيت للتفقديه نتاع الذو في تي جي ام فهمتني المدير نتاع تفقديه الذو قال لي تخلص بالسيف عليك كان عجبك قال هكا باللغه ذي قال لي كان عجبك ربي خلصه عايزك بارك